بلوجي عم حاول يسخن مع اصحابه ويلعب، لكن في الاخر الديسيزيون كانت انه ما يلعبش المقابله هذه، نمشي لهنا. والهدف من محمد علي حمام، جوله سادسه مقابله مؤجله، ترجع الكره لحمام، حمام يطلع ويسجل الهدف الثاني ليه وهدف التعادل. قلنا لهنا ظاهره انه طلعنا في السكور، ترجع الكره لهنا عند محمد علي حمام، يحاول يدخل ويسجل محمد علي حمام، برشا ريوسيت في الكره هذه وشد لهنا الدويل ما بين حمام والزاير، ويسجل حمام بجمال بعد ما فاز زوج دقائق اللي خذيهم سليم الهدوي. 13 9 28 دقيقه 5 ثواني، الكره عند حمام المره هذه، سجل تعدى المره هذه قدام الجريد 9 محمد عثمان، 17 صلاح الدين رقايق، 4 مهدي عمار، نكملوا لاكسيون اللي يسجل فيها فاست ضياء صياح وبها غبر. ترجع الكره لهنا حمام، يحاول يدخل في الاكستيريور ويسجل، يسجل حمام قاعد يلقى في الحلول، رقايق توصل الرقاز، الكره قاعده تدور مشتوف على حمام ظاهره ويسجل الهدف السابع عليه محمد علي حمام. فاخر الغزي تعاود ترجع الكره تخدم، يبدل ديفونس مسعودي، معتز بوبكر يولي يلعب خمسه مع واحد، وهنا يسجل رفيق باشا البحري. الدور الكره تمشي لهنا الحمام اللي يسجل، محمد علي حمام يسجل الهدف، نفس ناقص عدديا، الكره تدور مليح توفى عند الجناح اللي سجل هنا محمد علي البحري الهدف الثالث ليه. ولهنا يجاوب محمد علي حمام، 40 9 دقائق 40 ثانيه على نهايه المقابله، الكره عند حمام معاه غبر يدخل ويربح 9 7 امتار 7 امتار ودقيقتين على بهاء الدين غبر.